مناسبة أخرى لتقدم المواطنات والمواطنين بالنسبة لهذا الوباء اللي يعني راهو كون خوف كبير في الجزائر، والحقيقة العالم كله والمنظمة العالمية للصحة قالت اللي هو وباء في كل العالم. احنا رانا قضينا مواقف كبيرة، أولا تستهدف أمن واطمئنان المواطنين والعلاج إذا كان في علاج طبعا. وهذه المناسبة باش نحاول نتكلم مواطنات المواطنين، نعطي لهم تعليمات ووصايا ووصايات. بعض الزملاء جبت معايا كل خبراء اللي كلهم يدخلوا أو في علم الوباء أو في علم الأمراض المعدية أو في العلاج إن شاء الله، حتى وفي كانت في أسئلة تكون في أجوبة إن شاء الله، وإن شاء الله ترضي المشاهدات والمشاهدين. شكرا.